لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بأول. طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان إن شاء الله. عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لأي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة مع الحلقة الرابعة من شرح منهج كونكت برايمري 2 او الصف الثاني الابتدائي ترم 1 الترم الاول. والنهاردة هنكمل مع بعض شرح يونت 2 ماي بودي او جسدي جسمي. وكنا وصلنا المرة اللي فاتت لحد الجزء الخاص بسكول كوستيوم بارتي. سكول كوستيوم بارتي او الحفلة التنكرية في المدرسة، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد النهاردة يا اصحابي اللايف سكيلز. اللايف سكيلز او مهارات الحياة، وحاجة اسمها الفاليوز او القيم والاخلاقيات. طبعا الفاليوز او القيم والاخلاقيات دي حاجات احنا بنتعلمها بمرور الوقت، علشان كده ليها جزء موجود معانا كل اليونتس او الوحدات. فهنا اول حاجة بيقول لنا listen and read. listen استمع، and read ثم اقرأ. اول حاجة بيقول لنا this is my friend هذا صديقي. He can't see هو ما بيقدرش يشوف، هو لا يستطيع أن يرى. He can read with his hand هو يستطيع أن يقرأ بيده. في طريقة يا أصحابي كده اخترعها واحد اسمه براين ده كان عالم من العلماء زمان خالص. هو كان راجل كفيف أو ما بيشوفش، يعني هو كان الأول بيشوف وبعدين حصلت له حادثة كده ما بقاش يشوف. براين ده ابتكر طريقة تقدر تساعد المكفوفين، الناس اللي ما بتشوفش، ان هم يقدروا يقروا الحاجات المكتوبة. خلى كل حرف من الحروف ليه عدد من النقط، يعني الالف مثلا ليه نقطة واحدة، البه ليها نقطتين، الته ليها ثلاث نقط وهكذا. وبالتالي الحروف لما بتتحول لنقط ونقط بارزة على الورق، اخوانا المكفوفين والناس المكفوفين اللي ما بتشوفش لما بيعدوا ايديهم على النقط دي بيقدروا يحولوا النقط دي لحروف، وبعدين بيقدروا ان هم يقروها ككلمات. فهم هنا بالتالي بيقروا عن طريق ايديهم مش عن طريق عينيهم، لان عينيهم ما بتشوفش. الطريقة دي اسمها طريقة براين. انا بقول لكم المعلومة دي علشان تبقوا فاهمين مش اكتر، لان هو هنا بيعرفك ان الشخص الكفيف ده اللي ما بيشوفش ده He can read with his hand. هو بيقدر يقرأ عن طريق استخدام إيده. This is my cousin. هذا ابن عمي. He can't hear. هو ما بيقدرش يسمع. He can speak with his hand. هو بيتكلم بس عن طريق إيده، ما بيقدرش يتكلم عن طريق فمه. ليه يا أصحابي الإنسان اللي ما بيقدرش يسمع ما بيقدرش يتكلم؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى خلى ودننا متصلة ببقنا بالفم بتاعنا. فبالتالي الناس اللي ما بتقدرش تسمع اللي هم اسمهم الصم، بالتالي بيبقوا بكم، ما بيقدروش ينطقوا، علشان كده اسمهم الصم والبكم، اللي هم ما بيقدروش يسمعوا فبالتالي ما بيقدروش ينطقوا الكلام وما بيقدروش يتكلموا. فبالتالي هم ابتكروا برضو طريقة بحيث ان الناس دي تقدر تعبر عن نفسها وتتكلم عن طريق ايديها. فعملوا طريقة بتخليهم يعملوا حركات بايديهم، كل حركة بيبقى ليها معنى كلمة معينة او ليها معنى حرف معين او ليها معنى علامة معينة. دي الطريقة الخاصة بيهم، ودي اسمها لغة الصم والبكم. هم بيشوفوا طبعا زي ما احنا عارفين بس ما بيقدروش يسمعوا، فبالتالي ما بيقدروش يتكلموا. اخر حاجة بيقول لنا هنا this is my brother.
This is my brother. ده أخويا. هذا أخي. He can't run. He can't run. هو ما بيقدرش يجري. هو لا يستطيع أن يمشي أو يجري. We can play. We can play. إحنا ممكن نلعب مع بعض وهو قاعد كده. طبعا دي الفاليوز أو القيم. والمفروض إن إحنا نقرأ الكلام ده لوحدينا. لازم نتعلم ونتدرب على الريدنج كويس علشان خاطر السنين اللي جاية هيبقى عندنا إكزامز أو امتحانات ويحصل إيفاليويشن أو تقييم لكل واحد مننا. فلازم نكون بنعرف نعمل ريدنج أو نعرف نقرأ علشان خاطر ده هيساعدنا في السنين اللي بعد كده. فدلوقتي أنا عايزك تبقى توقف الفيديو وتقرأ الكلام لوحدك. لو لقيت نفسك مش عارف تقرأ حاجة رجع الفيديو واسمع أنا قلتها ازاي وقراها لوحدك مرة تانية علشان تتدرب على الريدنج، وده جزء مهم. عندنا كمان في يونت 2 الفونكس. الفونكس أو الصوتيات. ازاي نقدر نتعلم بعض الصوتيات؟ Learn sounds with Busy Bee. Learn sounds with Busy Bee. ازاي نتعلم الأصوات؟ ازاي نتعلم أصوات نطق الحروف مع Busy Bee. النهاردة هنتكلم على الـ TH. الـ TH بيتنطقوا ث. دايما بنطلع لساننا بين أسناننا اللي قدام واحنا بننطق TH كأننا عاملين زي السنيك أو التعبان، ونقول ث ث. فهنا مثلا بنقول 3 3 3 زي حرف الساء في اللغة العربية، بس بنطلع لساننا بين أسناننا اللي قدام وننفخ واحنا بنتكلم كأننا بنقول حرف الساء، أقرب حاجة للثعبان أو السنيك. فبنقول 3 3 3. هنا يرمي throw throw throw. 13 13 13. طبعا عندنا كمان ال EE، ده اسمه اللونج فاول. طبعا لما يكون عندنا دبل E ده نوع من انواع اللونج فاول. ازاي بنمد في الاي؟ زي كلمة green، بتبقى green 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 يعني اخضر. هنا ما قلناش الاي على طول، لا احنا طولنا فيها شوية علشان كده اسمها لونج فاول. فلما يبقى عندنا اي اي بننطقها اي اي اي. ليه؟ لان احنا بنمد فيها شوية. mouth mouth mouth. bathroom bathroom bathroom. b b b يعني نحلة طبعا. teeth teeth teeth. طبعا هنا teeth فيها ال e e وفيها th كمان، فال e e مدينا في ال e والTH طلعنا لساننا قدام بين أسناننا ونفخنا كأننا سنيك أو ثعبان، فقلنا teeth teeth teeth. ودي طبعا الساونس أو الأصوات والفونكس الخاصة بيونت 2. نتنقل الجزء اللي بعد كده، خليكم معايا. وآخر حاجة معانا في يونت 2 النهاردة في جزء الساينس أو العلوم، إيه هي مراحل حياتنا، مراحل نمونا؟ ازاي بيحصل لنا grow، بنكبر ازاي؟ فهنا بيقول لنا this is how we grow. this is how we grow. دي الطريقة اللي احنا بنكبر بيها. اول حاجة بنكون baby. baby او طفل رضيع. baby. البيبي بيكبر شوية بيكون child. child child او طفل. بعدين بنكبر شوية كمان وبنكون adult. adult أو شخص بالغ. this is how we grow. دي الطريقة اللي احنا بنكبر بيها. a person الشخص starts as a baby، بيبدأ كطفل رضيع. starts as a baby. the baby grows into a child. the baby grows into a child. الطفل بيكبر شوية وبيبقى طفل. the child grows into an adult. into an adult. الطفل كمان بيكبر شوية وبيكون شخص بالغ. هنا صديقنا بيقول this is how a bird grow.
دي الطريقة اللي بيكبر بيها الطائر أو العصفور. an egg بيكون بيضة الأول، بعدين a baby bird، a baby bird أو طائر صغير لسه مولود، بعدين adult bird، adult bird، بعدين البيبي بيرد ده بيكبر وبيكون adult bird أو طائر بالغ. طبعا هنا بيعرفنا ان البيبي بيرد ده لما البيضة بتفقس بيطلع منها البيبي بيرد، ولما يكبر شوية يكون adult bird أو طائر بالغ. ومعنا الاكسرسايز الجميل ده، أول حاجة بيقول لنا match طبعا أو وصل، through يعني يقذف يعني يرمي، bathroom يعني حمام، three يعني رقم ثلاثة، b يعني نحلة، mouth يعني فم. يبقى throw دي اوصلها باني واحدة فيهم؟ شاطرين طبعا هوصلها بالولد ده لان هو بيرمي الكرة. طيب تاني حاجة bathroom اوصلها باني واحدة فيهم؟ شاطرين طبعا بالباثروم او بالحمام، بنوصلها بده. طيب three اوصلها باني صورة فيهم؟ شاطرين طبعا هنوصلها بنمبر 3 او برقم 3. طيب بي هنوصلها باني واحدة فيهم؟ شاطرين بي هنوصلها بصورة النحلة الجميلة دي. واخر حاجة ماوث طبعا هنوصلها بصورة الفم الموجودة عندنا هنا. وبكده نكون حلينا الاكسرسايز الجميل ده، وانهينا معايا شرح درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو عجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.